اجري على المخزن جهز طلبية الصابون على ما ادفع الفلوس فوق في الخزنة. مش هتلحق الساعتين الا خمسة. ليلتنا بيضة. غور يلا هم. مساء الفل يا فل. فلوس ايه قبل ما الخزنة تقفل؟ حيوان مشهور بالغباء وله اذنان طويلتان. سيد قشطة. طويلة. يا استاذ. ايه انت مش شايفني مشغول؟ انت حمار؟ الحمار الحمار يا حسين يا سكر. جدع يا حمار يا حسين يا سكر. معلش. حمار. مقبولة منك. طب استلم بقى. دقيقة واحدة. عينك قال عينك دي فلوس ناس. ربنا يغنيها من فضله يا استاذ فكري. عيب واحنا وش الحاجات دي. نعم. الفول بيجهز الطلبيه ادي فلوسها. هتفضل طول عمرك تشيل فلوس غيرك كالحمار يحمل اسفارا. ما حضرتك برضه يا استاذ فكري صراف على فلوس غيرك. ما انا كمان احمر منك. لا يا حبيبي الورق ده ما ينفعش. فين امضه مدير المبيعات؟ فين امضه رئيس الحسابات؟ هنا في نظام في روتين. اتفضل. وحياة غلاوتك مش هقدر اشوفك قبل اسبوع. احمد بيه احمد بيه لو سمحت. لا 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 ما تعيطيش يا ستي حاضر. هشوفك بعد 3 ايام بس مش اكتر من ربع ساعة. تعرف ان انا محجوز. الخزنة هتقفل يا استاذ. يا اخي يا اخي خلي عندك ذوق. اسيب البناية اللي هتموت روحها من العياط عشان امضيلك؟ اعوذ بالله ده انت ممل. معلش. هات. ايوه يا بيبي. رج الازازه قبل الاستعمال. شفطه واحده وما تقولش لعدوك عليها. انت متاكد؟ وشرفك يا سعاده البيه. لولا الازازه ديت ما كنت قدرت اتجوز نسوان الثلاثه اللي على ذمتي. كده ما ينفعش. ما رجتش الازازه. رج لا لا قوي. وشريف بيه ماله؟ مفيش. اصل بروج الدواء. تعالى عليا شويه بقى. بروج التاني يا بيه. يا فكري. نعم. خلصت الاجراءات؟ كله تمام. والفلوس عدتها؟ عدتها. والكسور والملاليم والنكل؟ تمام التمام. عال برافو عليك يا حسين. فوت علينا يوم السبت يا بيه. طب 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 خلي الفلوس عندك. يعني لازم تستلم الصابون النهارده؟ النهارده الخميس يا بيه وناس تحب تستحمى صباحيه الجمعه. متهيألك. انا شخصيا بتشائم من ليله الجمعه. ليه؟ مش لاقي صابون؟ لا اتولدت فيها بس. ابو الافكار. ايه؟ ايدك على جوز جنيهات. ايه؟ مصاريف عزوبيه بقى انت عارف. مقابلات عزومات. طب ما تسترخص وتتجوز. اتجوز؟ انت ما سمعتش جحا قال ايه عن الجواز؟ قال ايه؟ قال الله يجازي اللي اتجوز قبلي وما نصحنيش واللي اتجوز بعدي وما سالنيش. هاتهم بقى. خدهم من جحا. سعيد عم الشريف. سعيد يا فكري. خدهم من جحا. بص عليك. صار يا شريف اطلب من فكري 2 جنيه سلف وما ادانيش. ايه ده؟ مش معقول. اه والله يا راجل جبان. انما انت بقى طبعا في فرق كبير بينك وبينه. طبعا هو جبان. طبعا انا بقى اجبن منه. المدام مشيت عم صالح؟ لا بيه موجوده. طب لو سمحت تنده لها. يا عندها حفله يا بيه. اتفضل. شكرا. Yeah.
هايلة يا هدى. برافو، أحسنتي. عجبتك؟ تجنني. يلا بقى يا حبيبتي روح. ما اقدرش، ده أنا المسؤول عن الحفلة. طب هنستنى للساعة كام؟ بكتير للساعة 5، وإن اتأخرت 5:30، وإن طالت بقى تبقى 6، لكن لازم نمشي قبل 7. لكن أنا جعان، جعان يا هدى. استحمل لحد ما نروح، ها؟ حفلة طعمة أوي يا فندم. إيه اللي في جيبك ده يا أستاذ؟ يا نجدة الحقونا من فضلكم، حرامي في المدرسة. طلع اللي في جيوبك. اتفضلي، دي محفظتي وده منديلي. الحرام أهي يا أغلى. وده حجاب الحصن الحصين. طلع اللي في جيوبك البرانية. عن إذنك، ما يصحش كده يا أغلى. ده جوزي الاستاذ فكري، ده راجل محترم ومش ممكن يكون مخبي حاجه في جيوبه. اتفضلي. معلش يا ست هدى، ربنا يتوب عليك. جعان جعان. تقوم تفضحني في المدرسه؟ امبارح نايم من غير عشاء، والنهارده فطران ب 12 حبايه فول، عدتهم بالواحده. امال انا متجوز ليه يا عالم؟ ايوه كده، اعترف، طلع اللي في قلبك. يا هدى يا هدى، هو الراجل بيتجوز ليه يا استاذ؟ الكلام ده كان زمان، ايام ما كانت الست جاريه في البيت. النهارده انا بشتغل زيك وبدفع زيك. طب اهتم بيا شويه شويه، صغنطاطه قد كده. اكتر من كده، ده انا مموته نفسي، بشتغل في المدرسه ودروس خصوصيه في البيت. يا حبيبتي مش قصدي، مش قصدي يعني لقمة حلوة من ايديكي، صينية مكرونة بالبشاميلي، نفسي الغوص. يا حبيبي استنى الاجازة وبقى الغوص زي ما انت عاوز. دلوقتي بقى صبر بشوية الشوربة اللي على النار دول. امر لله. طب اتفضلي بقى غيري هدومك عشان نخرج بعد ما نتعشى. نخرج؟ نخرج فين؟ النهارده الخميس، فسح مفرفش. الله الله الله، استنى انت وهي، مصر على راس مش من هنا. احنا جايين ناخد الدرس يا ام. النهارده اجازه، تعالوا بكره. الله، يا خبر، نسيت اقول لك. ايه؟ متاسفه يا حياتي، اصل دول بتوع سنه رابعه ولازم ياخدوا الدرس النهارده. خليهم لبكره. بكره عندي سنه 5 يا حبيبي. اللي بعده عندي سنه 6 يا روحي. طب اعتبريني في الروضه، انا خارج. والشوربه اللي على النار، اديها لهم حصه في التدبير المنزلي. انا خارج. جوزك وصل، ربنا يستر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا عيني يا خرابي يا خرابي.
تتوزن بالذهب. لرجليها لوحدهم يتوزنوا بالالماس. يا بخته. اللي هو مين؟ البق في جوزها. اما انت قليل الادب صحيح. ايه ده وانت مالك يا محترم؟ اللي مالي مهنا البقف. ما تخليك في حالك يا جدع انت، ما هو ده حالي. طيب طيب خلينا نمتع عينينا. وادي عينيك اهم. لا دي وقاحه، دي قله ادب. انا قليل الادب يا لسندينك بطوبه. الله انت مالك يا جدع انت؟ لا ما انت جايين دخلك في حاجه زي كده. انت كمان اوعى اللي جابهم اوعى على ما حدش رايح. ادي اللي كنت عامله حساب كل ما يجي الشغل يعمل ازمه. عذري بيغير ده هيجنني، مش عارف اعمل ايه. سيب الشغل. يبقى يا اما ما ندفعش ايجار البيت يا نعيش من غير اكل. لسه زعلانة؟ خليك مطرحي. يا ريت، ما كنتش اخرج من اوضه النوم ابدا. هيحصل قريب. الليلة؟ لا، لما بيت الازياء تعرف ان جوزي بيبوظ كل عرض بعمله. اخر مرة. كل مرة بتقول كده. بالشرف عمري ما هعملها. يلا بقى. في صحة شهيرة، اجمل عارضة ازياء في العالم. ايوه كده اضحك يا شيخ. ده النهارده الخميس ودي ليله مفترجه عند موظفين الحكومه. بتقول النهارده الخميس؟ وبكره الجمعه. لازم انام حالا. مستعجل على ايه؟ ما احنا هننام. انا بس اللي هنام، عندي شغل بكره. شغل شغل؟ هو الشغل ده اهم مني؟ هنرجع تاني للكلام اللي ما منوش فايده. ما هي مش عيشه دي. احنا متفقين على كده من قبل الجواز. بس يا شيخ النهارده الخميس والحسنه حلال. تصبح على خير. وكمان مش شارب. وكمان مش هاخد الدواء. ايه واكل. يا جماعة يا اللي فوق ما ترمونا الست اللي عندكم في المرة. أنا لسه ما طلبتش. بنمسي يا أستاذ فكري. بتمسي ولا بترشي؟ دي ممنونية. بلا ممنونية بلا كمونية. النهاردة الشاي بكرة هيبقى السجاير بعده 5 جنيه. وساعتها الخزنة تتفتح لك بعد الميعاد. شيل الشاي حالا. إحنا مش في كباريه؟ بتفتح لي الشاي حضرتك؟ العب يا إفري. ليلتنا بيضة. سعيدة مالك؟ تعبان تعبان والله يا فكرة. يا بختك يا عم هنيالة. أعمل إيه بس يا فكرة؟ مراتي اتعودت على وجودي. عايزاك دايما جنبها؟ لو بعدت خطوة عنها تفكر إنها تنتحر. حكمة ربنا. أنا عكسك بقى، مراتي هي اللي تطبخ وأنا اللي أتكيف. بقى أنت دلوقتي متكيف؟ الأكل هيبوظ من عيني. أنا زيك بالظبط. يا أخي ده إحنا متجوزين ستات. لكن إيه؟ أنت هتقول لي ده إيه السعادة اللي إحنا فيها دي؟ ده إحنا أهلنا داعيين لنا يا راجل. أنت كذاب. يعني أنت اللي صادق؟ فكري احنا متجوزين اندل ستات في العالم. انا نسيت شكل الطبيخ يا شريف. طب انت نسيت شكل الطبيخ. انا بقى نسيت الطبيخ نفسه. والاسم متجوزين. ابختك يا احمد. اهو ده بقى اللي ايده في جيب غيره. حر زي البلبل بيتنقل من شجره لشجره. الله. يا جميل انت مستعجل.
انت باين عليك رياضي. طب احصلك ونتكلم. ها؟ طب كلمة واحدة؟ نص كلمة؟ طب حرف واحد؟ خشي معايا المحل؟ نقي لي جزمة بدل اللي دابت من كتر المشي وراكي. ايه؟ مش عاطقك. طب علينا نتعرف. انا احمد متولي، عندي 28 سنه وموظف درجه 5 وعندي شقه بالديكور. اما عليها حته ديكور تحب تشوفي؟ اخ يلا. كفايه كده ولا اندهلك البوليس؟ لا كفايه كده. انتوا ما عندكوش ولاية. لا بقى لا. تعالى بقى يا بوليف يا بوليف. ايه ده؟ مالك يا احمد؟ جاي منين؟ مش هتصدقوا. لا قول، ما احنا هبل بنصدق اي حاجه. طلعت الهرم اتفسح، رجلي خدتني عند الشاليهات، يا دوب بعدي من اول شاليه باب اتفتح وايد شدتني لجوه اتلهفت. واحده ست؟ امال واحده راجل؟ قعدت معاها ساعتين. ساعتين؟ ده انا في الوقت ده اكل حلة كوسه. قول خرجت وبعدي من قدام الباب التاني اتفتح وايد لهفتك لجوه. الله، انت كنت معايا؟ كمل كمل. ست شاليهات، كل شاليه انقح من اخوه. هي الحته فيها كام شاليه يا احمد؟ يجي 20. طب ما تجيب واحده يا اخي. ايه اللي رجعك بدري؟ جريت الحق المواصلات وقعت. ست شاليهات وانا اللي نفسي في واحد شاليه. حظوظ. الحاجات دي ما فيهاش حظ، دي حرب بين الراجل والست، عايزه تكتيك عشان تكسبها. طب ما تقول. ده احنا زملاء يا اخي. الستات في عصر الذره بتحن لعصر الكهف، لما كان الراجل يجرجرها من شعرها ويرميها في التراب. بتحب القسوه، بتحن للعنف، بتموت في التعذيب. قسوه، عنف، تعذيب. فين؟ على الكهف. ايه؟ قصدي على البيت. مروح. خدني معاك. ايه؟ ايه اللي خلاك تخبى عننا حكايه العصر الحجري دي؟ ده انت مصيبه. ادفع انت الحساب. رجعت بدري ليه؟ طريقة تنفع بتوع العصر الحجري، بس ما كانش عندهم صيني يكسر فوق دماغهم.
متوحش. انا حجري. ايه اللي بتعمله ده يا شريف؟ انا مش شريف، انا بتاع العصر حجري. سيبني. مش عايز ولا كلمه، ده انا هبهدلك. سيبني. مفيش حاجه، مفيش حاجه. اسمها سيبني. اوعي تروح. مش هتفلت من ايدي، انا بتاع الحجري. افتح الكهف، افتح الباب، هكسره. اكيد بتوع العصر حجري كان صحتهم كويس. الاقيش عندكم فرنساوي؟ يا شيخ اتنيل، احنا لاقيين سجاير عربي. صباح الخير. عيني برد على سعادتك. الظهر الدواء خلى حضرتك تسوي الهوايل. تحب تشوف بنفسك؟ ابعد من وش الراجل انت احسن لك. صباحنا نادى يا استاذ فكري. نادي معفر اهو، كله محصل بعضه. فلوس ايه؟ شايفني بفتحها؟ ما تصطبع. طيب تشيل السكينه دي. ده تكون القرف. مشيني وحياتك يا استاذ فكري. أوه. على مالك، على مالك. صباح الخير يا جماعه. هو انت اللي يعرفك يشوف خير؟ بهدلتني وقلت امتي. مالنا احنا ومال العصر حجري؟ ايه انتوا عصر حجري؟ على مهلكم. ما هو الستات ما تجيش غير بحاجه من اتنين، يا العنف يا المسايسه. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح النور. قول لي يا دوبل. أيوة. هي مراتك نوحها ايه؟ غلف ابن عمراتي يا استاذ احمد. انت فاكر ايه؟ يا راجل بلاش سوء فهم. انا قصدي بتخاف منك. بتخاف مني؟ انا اول ما ابص لها البصه القلة تقع من ايديها، تغير هدومها على طول. هي بتشتغل؟ فشل. ما تقبلها. شايفين؟ الست اللي محتاجة لجوزها بتخاف منه. طب واللي بتشتغل بقى؟ تستعفه؟ ايوه، علشان مش محتاجة لفلوسه، لكن محتاجة لرقته، لحنانه، لكلامه الحلو، اللي مفيش ست في الدنيا تقدر تعيش من غيره. الو، طيران الشرق الاوسط. ده انا اللي هطير من الفرحه عشان سمعت صوتك. اهلا يا روح. الله، طبعا فاكر الميعاد الساعه 7. ايه ده، قليل الادب. ده شيء اكيد 100%. عارف، بس مش ممكن تكوني بتحبيني قد ما بحبك. باي باي. من كلمه واحده فرهضت في ايدي. هنيالك يا عم. ناس ليها بخت وناس ليها وناس ملهاش خالص. يا خبر، ده انا نسيت ميعاد عزيزة، لازم أأجله. الست محتاجة للرقة، للحنان، للكلام الحلو. ايه الشياكة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ده انا متجوزك بحلاوتك دي كلها لوحدي؟ الله، انت ايه حكايتك؟ بحبك. بتحبني ولا عامل عاملة؟ انا ما عملتش حاجة. لا يا استاذ، ما هو انتوا كده يا رجالة، الواحد منكم ما يجرش نعم مع مراته غير لما يكون لعب بديله برا البيت. انا ملياش ديل. من غير لف ودوران، رحت فين النهاردة؟ ايه ده؟ ده ريحتك برفان. ايوه، برفان من عندي. كداب، قول لي عملت ايه بره. ما هدى، هو جرى ايه يا هدى؟ اوعى، مش عايز اشوف وشك. عيب يا هدى، انت حبيبتي. انا مش هكلمك الا اذا اعترفت لي بالخيانه. الله، انت مجنونه. طب اتفضل روح للي كنت عندها. لو خرجت مش هشوف وشي تاني. اعمل اللي يعجبك. طيب طيب، انا خارج.
حبيبتي. الذوق، الرق، الكلام الناعم، الله يخرب بيتك اللي كنت السبب. ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثناشر. شهيرة، شرشر، ناوليني إزازة مية من التلاجة. تسعة وأربعين، ما اقدرش اقعد على التمرين، هاتها انت يا شريف. طيب. الله. اديني اتنيلت وقعت. انت ما عندكيش ناحية الذوق ولا الانسانيه. لا 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 مش كده. خليك ذوق حنين عاطفي. انت بتزعق بتقول ايه؟ ولا حاجة حياتي. كنت عايزك تيجي تضحكي عليا لما وقعت. منظري عاطفي جدا. ستة وتسعين. شرشر زي القميص مقطوع. وحياتي خياطه انت عبال ما اخلص. اي 98 ومال اخيطه. 99 احنا لازم نساعد بعض. 100. اي مش هتحضر لنا الفطار بقى؟ انا هاخد دش. جهزه انت يا حبيبي والنبي. ها او ماله حياتي اجهزه. ما عندكيش غسيل كمان اخده في همين بالمره؟ ما تحرمش منك. اشتري. وانا هعرف على كل حاجه بنفسي. امسك اعصابك. خليك رقيق لطيف ظريف. حاضر يا سي احمد. اما نشوف اخرتها. نعيم انا روحي. اتفضلي. بالهنا والشفا. ايه الرئه دي كلها؟ ما تقعد. الحب ينطق الحجر. وانا كنت حجر. ولا مفيش داعي نجيب سيره الحجر دي. المهم انا بحبك. يعني مش هتزعل مني لو قلتلك؟ لا 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 ابدا ابدا. ايه اللي هيزعلني؟ مش استنى لما تسمع اللي هقوله. هتقولي ايه يعني؟ هتتعبي نفسك ليه؟ الشفاف دي ما اتخلقتش للكلام. دي اتعملت مخصوص علشان شريف انا مسافره. ترجع بالسلامه يا حبي. دول 15 يوم. نعم؟ هسافر طوكيو، اليابان. طوكيو؟ وتسافري ليه طوكيو؟ تطلع من التمرين في طوكيو. ما تتصورش انا فرحت قد ايه لما اختاروني انا بالذات، ده يعتبر نجاح ليا. وانا هستفيد ايه؟ هو انت مش جوزي ويهمك مصلحتي؟ ومصلحتي انا. مين هيخدمني؟ هو انت متجوزني عشان اخدمك؟ لا يا استاذ، الكلام ده كان ايام جدي وجدك. لكن دلوقتي انا بشتغل زيك، ومسؤوليتي اكبر من مسؤوليتك. ويا سافر يا اتطلق. مش هطلقي ومش هسافر. مش هسافر. خليك رقيق ظريف لطيف. يا شيخ اتنيل انت راخر. ماما ماما حد في الدنيا يزعل عشان مراته مسافره اليابان؟ عز الطلق اهو. انت عامل زي اللي جاي له خير ويقول يا رب نجيني منه. يا احمد انا مش زيك. انت تعرف بدل الواحدة الف، لكن شهيرة مراتي هي كل ممتلكاتي. ممتلكاتك؟ طب ما تأجر. يأجر؟ يأجر ايه؟ هو متجوز بسكليتة؟ مالها البسكليت؟ اهي رياضة، تربي العضل، تريح الاعصاب وتهديها. دي خيانة. انت فاهم ان انا زيك دايرين على حل شعرنا؟ يا سيدي حبيت جراشة عندك، مش مراتك مسافرة والجراش فاضي؟ انا اللي يمكن ادخل بيت جراثيم زي دي. بلاش نأجر شقة. أنا لا يمكن أوافق على حاجة زي دي إلا إذا الشريف وافق. أنا موافق. وأنا موافق. لكن هنلاقي شقة فين؟ ده السكن دلوقتي نار. نص تحسين هيتصرف. لا 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 بلاش الراجل ده. ده بيبرم البلد طول النهار وأكيد يعرف المستخبي.
تعالى يا اسطى حسين. انا خايف. وانا كمان خايف. جمد قلبك انت وهو. حياتكم لازم يبقى فيها تغيير. فلفل شطه، حياتكم غلط. مرحبا. اقعد يا اسطى حسين. العفو بيه. قول لي مبروك يا احمد. مبروك يا احمد. لا 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 لا، انا اقول احمد، انت تقول احمد بيه. قول مبروك يا احمد بيه. انا خلاص هتجوز. يا الف نهار ابيض، ده الجواز نص الدين والشقه النص التاني. واهل العروسه المغفلين مصممين ان بنتهم لازم تتجوز في شقه ولو مفروشه. همتك معانا بقى تدور لنا على شقه يا حسين. ويا بخت من وفق راسين في الحلال. لا ده انا ابن حلال قوي قوي. هتشيل النص ده سكر يا سكر انت. كله هيضرب جرس عجل. النبي انا مش هدفع الشاي ده. ايه رايكم بقى في الصالون؟ وده المطبخ. وده الحمام. ده بقى الجراج. شقة حلوة بس غالية. ليه؟ ده كل واحد فينا بيدفع على القهوة أكتر من 10 جنيه اللي هيدفعهم هنا. أيوة بس أنا بدفعهم المصروف كل يوم اللي بتديهولي مراتي. وأنا كمان، المشكلة عندي أجيبهم مجمدين إزاي؟ أقول إيه لمراتي وأنا بديها المهاية أول الشهر؟ ده مرة خليتنا أكل الشارع بيتنا عشان وقع مني شيلين. طب اسمعوا، مش كل واحد فينا جايله علاوة أول الشهر؟ آه 7 جنيه. سكوا عليهم، وبقولوا كمان الأوفر تايم اتلغى. صح. لا أنا مش موافق. بصراحة مفيش حد في عيلتنا بيكذب على مراته. تعرف يقول لي أنا ماشي. استنى بس يا أخي. أتوافق ما تبقاش غبي. طيب زي بعض. بس يكون في علمكم، لو رحت النار عشان كدبت هقول إنكم كنت معايا. من غير ما تقول هتلاقينا هناك. اتفقنا. من بكرة الصبح كل واحد هيستلم المفتاح. أنا بقى هاخد السبت والحد. لا. الحد مراتي عندها حصتين إضافي. ممكن استغلهم. يوم الخميس ما حدش يهوب ناحيته، انا بستعد له طول الاسبوع. هو الخميس عندكم يوافق الثلاث عندنا؟ انا اللي هروح. روح فين يا فكري؟ نروح النار يا سياده المدير. عايز يا فندم نروح الجمعيه يا فندم. جمعيه؟ جمعيه ايه؟ جمعيه مكافحه الرذيله يا فندم. احنا اعضاء هناك. يا ريت تشترك معانا في الرذيله في الجمعيه يا فندم. يا ريت يا ابني. البركه فيكم. اديني يا فكري بيان بالسيوله النقديه اللي عندك. دي واحده تكون جاهزه. قلنا بالميزانيه بتاعت فبراير. طيب يا فندم. اتفضل يا سعاده البيه. الموجود في الخزنه حاليا لحد الساعه 12 و12 دقيقه و12 ثانيه حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، وعلى حضرات المديرين خارجها مراعاه فروق التوقيت. اتفضل يا سعاده البيه. فكري انا معجب بيك جدا وبنشاطك وبهمتك. الله يخليك يا فندم. ايه ده؟ كلمات متقاطعة مش كده؟ أيوة بيه بس. ومين بيحلها؟ أنا يا فندم. عظيم؟ طبعا حليت مسابقة النهاردة. أيوة يا فندم. تقدر تقول لي اسم مغني فرنساوي بيلبس بدلة رمادي وبيلبس نظارة؟ مغني فرنساوي مغني شوكوكو شوكوكو. أصلي مش عارف أحل المسابقة دي من الصبح. احنا خلاص رتبنا الجراج. نعم. ناقص بقى الموبيليا. نعم. حد قالك انها دلاله؟ لا ما اقصدش يعني، بس انت خبير قديم في العفش. يا سيدي العفش مال الشوارع. انت تنقي اي كنبه تعجبك، الزق لها، البد لها. بجد؟ تسيبهاش الا لما تميل دماغها. طيب. ازاي يعني احمد؟ ايه؟ يعني الواحد يقول لها ايه؟ يقول لها يا جميل يا قمر ما تيجي نشرب شاي. بس كده؟ ما قل ودل، بس ايه البد؟ بسيطة. يا جميل يا قمر ما تيجي نشرب شاي. دي سهلة قوي. يا جميل يا قمر ما تيجي نشرب شاي. انت وبعدين معاك عايز مني ايه بالظبط؟ نشرب شاي ونحبس بشيش. انت ما تستاهلش اني ارد عليك، هخلي اللي من مقامك يتفاهم معاك. جمعة؟ فيزيكالي جمعة. هو ده جمعة؟ يلا ما تسيبوش قدو. يا خرابي.
امر بحاجه؟ ده انت اللي تؤمري. تحت امرك انا والشقه ومفتاح الشقه. مش مصدقها؟ ما تيجي افرجك. ما تيجي مش هتندمي ابدا. اشوفك امتى؟ الليله بعد التشطيب. فين؟ استناني عند باب المحل الوراني. انت اسمك ايه؟ كريمه. يا كريم يا رب. كوبايه لبن. استنى عندك جدع انت. ايه في ايه؟ تعال معانا يا نص. انا مالي؟ دي وقعت منه. وقعت منه ولا انت اللي ما لحقتش تجري؟ خدها. انا مالي؟ خليها معاك. امشي. امشي اروح فين؟ انا مستني واحد صاحبي. امشي بلاش غلبه. استاذ انا محترم ده العيال شعب تعبت. ايه معايا المفتاح اهو. وبعدين اخ كريم لما يجي، قصدي الاستاذ كريم لما يجي. يعني ما تعرفوش؟ والنعمه الشريفه يا سعاده البيه ما اعرفه. طب وايه اللي يخليك تقف في الشارع في ساعه زي دي؟ كنت مستني واحد صح. اسمه ايه؟ كريمه. قصدي كريم. ما تاخذنيش يا سعاده البيه، اتلخبط اعصابي تعبت. احجزوا عسكري لغايه ما اتحرى عنه. ولزومه ايه التحري يا سعاده البيه؟ مش سيادتك شفت البطاقه؟ جايز مزوره. لازم نسال عنك في الشغل. لا الشغل بلاش، هتفضح. ده انا راجل محترم، ده انا عندي شقه. المفتاح اهو يا سعاده البيه. ابرض على حرام الشنطه يا سعاده البيه. الحمد لله. بذمتك يا سعاده البيه انت تعرفني؟ ابوس ايدك اتكلم. سيادتك شفتيني قبل كده؟ ما شرفتش. يعني ما تعرفوش؟ لا بيه. براء. مفيش داعي لموظف محترم يتسكع في الشارع بالليل. اسفين يا استاذ. حصل خير. خير قوي. سلام عليكم. سعيده. سعيده يا سعاده البيه. الله، ايه اللي صحاك بدري كده؟ صحاني؟ اصل عندي جرد في الخزنه. طب حضر لي الفطار قبل ما تنزل. انزل دلوقتي؟ الله، انت مش لبست هدومك خلاص؟ فعلا لبست هدومي خلاص. السلام عليكم. صباح الخير يا بيه. انت دخلت ازاي؟ ما هي الست مدياني مفتاح قبل ما تسافر. انا قلقت حضرتك؟ لا ابدا يا ام عبده، بالعكس ده انا مبسوط قوي انك جيتي. خدمتك يا سي شريف. بقول ايه، في واحد صاحبي عايش لوحده ومحتاج لواحده تغسل له هدومه، تروحي؟ لا يا بيه، انا ما اروحش عند عزاب. خايفه من ايه؟ ما انا هروح معاكي. اصلي يا سي شريف، انا جوزي بيغير عليا. هيغير عليكي من واحد عجوز مكحكح عنده 60 سنه؟ يلا يلا البسي وتعالي معايا. مقدرش، مش فاضيه غير يوم الحد. ما ينفعش السبت؟ الاثنين؟ لا يا سي شريف، عندي مواعيد، مقدرش. حتى انت يا ام عبدو عامله جدول؟ يا صباح الخير. ظهر حضرتك سيرت ساره جامده قوي. ايوه في الاسم. اسم؟ ايوه في الاسم، اسم الحسابات يعني.
براجع الميزانيه بحقق ودقق، فضلت احقق ودقق لما تهد حيلي. ملناش علاوه بقى في الموضوع ده؟ علاوه في الموضوع ده؟ عشان خاطر احمد، خد انت السبت والاثنين وادينا الحد. سوري، الحد عندي ميعاد مع واحده انجليزيه. كداب، الانجليز بيقفلوا يوم الحد. صح، بس بيفتحوا لي مخصوص. اخص عليك، اخص، ما تحاولش تعرفني بعد كده. اقطع صلتك بيا نهائيا. اخص اخص. تشرب حاجه يا بيه؟ هات لي زفت. حاضر، اجيبه لك مغلي. اللي تجيبه. يلا. اعتبره خلوه عن يوم الحد. هات اخوه، مفيش غيره. عشان خاطرك بس. الله يخليك يا احمد. سبحان مغير الاحوال. اهو كده الزماله، اهو كده الصداقه. الزفت ده بتاعي انا. ده زفت بحقيقي. تعال يا معلم، خش. تعال ما تخافيش. خش يا معلم. تعال. امال فين اسم الله عليه صاحبك؟ ما انا صاحبي يا ام عبده. انت؟ ام عبده، انا بصراحة جايبك هنا عشان اعترف لك بسر خطير، سر كاتم على نفسي، معذبني. ام عبده، انا بحبك يا ام عبده. بتحبني؟ ومراتك زي القمر. ما هو عشق ال عشق الروح ملوش اخر يا ام عبده، لكن عشق الجسد فاني فاني. ابعد عني يا راجل، انت لصوت ولم الجيران. ام عبده، وطي صوتك، وطي صوتك، إلهي تعدميه. خدي خدي. عشان ايه ده؟ انا ما غسلتش يد العادي. اعتبريه حق التاكس، ومفيش داعي مراتي تعرف اللي حصل. وانا هوريكوا وشي بعد كده، حد الله بيني وبينكم. حتى انت يا ام عبده، امال لو كنت بالكهرباء كنت عملت ايه؟ يا ساتر يا رب يا ساتر. لا اهدى اهدى اهدى، انا متعود على كده. ممكن تحذفوا لنا اجره التاكسي عشان نوصل الاسعاف لو سمحتم. ايه اللي جابك بدري؟ ايه عملت ايه؟ تعمل ايه؟ مش لاعب، بلا شقه بلا نيله. يا راجل ده احنا عيال خايبه، بالكتير قوي نقدر نتجوز. بصراحة معاك حق، احنا من يوم ما خدنا الشقة دي ما استفدناش منها بحاجة. فطر. يعني ايه؟ هتدبس في الإيجار لوحدي؟ أنت على الأقل يا سيدي تستفيد منها. لكن احنا هنعمل بيها ايه؟ هنشرب فيها كازوزة؟ أنتوا عايزين العجل يجيكوا لحد عندكم؟ بصراحة بقى احنا عايزين أكل مطبوخ وطباخة جنب منها. يبقى مفيش إلا حل واحد. جاك حل وسطك، كل أفكارك منيلة. اسمعوني بس، هيتقدم لنا طوابير اشكال والوان، ننقي بقى اللي على كيفنا. اول مره تقول حاجه عليها الطلا. العب يا قفل. ليلتنا بيضه. كل واشرب في صحتي. هفضل اشرب في صحتك لحد ما اعدم صحتي. وماله؟ طب اتلم بقى زمان البت جايه. سعيد. قبلوكي؟ ايوه. وهتروحي امتى؟ مش رايحه. نعم؟ ليه بقى؟ حد لاقي شغل الايام دي؟ الشغله دي بقى بالذات مش عايزاها. ليه بقى يا برلان؟ ده عمك حسين دخل على ما لقاها لك. لقاها لنفسه. قصدك ايه؟ قصدي انك بعتني للشغلانه دي عشان توصل لحاجه بتفكر فيها، واكيد حاجه مش شريفه. اخراسي. ايه؟ حسين. انت بنتي، لو دينه ما اعبد مالك عندي غير الطلاق. برلنت يا بنتي، اسمع كلام عمك حسين. حق عليا اللي لبستك ونضفتك وخليتك زي بات البهوات. تعالي يا بنت،
لو كان ابوك عايش ما كانش يعزك زي لسطة سكر. يلا يا حبيبتي روحي اغسلي وشك. ما تروق بقى يا سونا. لا يا اخويا ما تعكرش دمك، ده انا وبنتي برلمتي خدامين تراب رجليك يا حبيبي. احبك يا بنت الصيعه يا حبيبي. ايه مادي؟ اروح انا النهارده هقول لكم. انا اللي هروح. اصل لازم انا الاول. انا اللي رايح. نعمل القرعه. مفيش مانع نعمل القرعه. نعمل القرعه. جاهزين؟ كل واحد ورقه. التلاته والجمعه، يبقى انا اللي هروح النهارده. المفروض ان انا صاحب الفكره، اتنازلوا لي عن النهارده، اوكي؟ لا انت ولا هو. حسب الكادر الوظيفي انا اللي هروح. كادر مين يا واد؟ كادر مين؟ انت ما تشرفش. هروح على الطلبيه بتاعته. والنبي حضر لي الورق بتاع الشهور. الشركه طالبه تنشر. صابون. افندي رغاوب صحيح. نعم. ما تتفضل تقعد معانا تشرب قهوه. تفضل. متاسف عندي شغل. شوفوا ما اقول لكم، ده حقي، واللي يحاول يتعدى على حقي هقطع رقبته وغير رقبته كمان. تقطع مين؟ ده يوم السبت ده بتاع انا ولازم انا اللي اروح. شوفوا دي شركه، واللي ما خدش حقي هبوظها لكم. مساء الخير. أو كده المواعيد ولا بلاش؟ إيه ده كله؟ كل ده شغل؟ على مهلك، اللي يخلص يخلص واللي ما يخلصش إن شاء الله عنه ما خلص. شعرنا في الشركة راحة الموظف وطز في الشغل. احنا بتاع شغل. الشغل ايه؟ اتفضلي. على فكرة انا مستبشر بيكي قوي بقى. من ساعة ما شفتك قلت ان شاء الله لازم الشغل هيبقى للركب بقى. ميرسي قوي يا استاذ شريف. استاذ ايه يا شيخ؟ ده كلام. خلي البساط احمدي. قولي لي يا شوشو. طب ممكن حضرتك تشرح لي طبيعة الشغل في المكتب هنا؟ هو زي ما تقولي كده يعني. ايوه. بنتسلى في اوقات الفراغ. اه هو انتم موظفين؟ انا رئيس حسابات شركه صابون لانك. صحيح. انت رئيس حسابات؟ اه رئيس حسابات شركه صابون لانك. بمضي امضه واحده، امضه واحده في البنك كل شهر، اجيب مهيات الموظفين كلهم. ها وتشيلهم في جيبك؟ وده معقول؟ ها. اشيل 10,000 جنيه في جيبي؟ لا بشيلهم في الخزنه. عندي فكر زميلي. اللي انا احلى منه. طب انا اذنك هقوم اشتغل انا. مش لما تشربي حاجه طيب الاول؟ لا ميرسي مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ ده انا مرش، ده انا عاجبك قوي يعني. عنك انت. الله انت متجوز؟ ساعات. أنا بخاف قوي من اللي متجوزين. ولا تزعلي، خلاص اتطلقت. يا ريلي، انت مالك بسناني. ربنا يديم المعروف. شريف اتأخر. تلاقيه لايس وياه. مبتدئ. مصيبة اللي يبوظ الدنيا وطفشها، دمدم. كان لازم اروح انا الاول، محدش غير كان يقدر يمايل دماغها. ربنا يستر. لا 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 انا ما بحبش كده. انا بس حبيت اشجعك، اصل الشغل كتير عليك. وبعدين ما تنساش ان انا سكرتيرتك. شيخه بقى. وبعدين معاك. انت شاي قوي. ما انا مطلع اهو خلاص. يا خبر، لازم امشي، الساعة خلصت. برلنتي من فضلك. برلنتي لا شغل بقى ولا قول لنا بقى عملتي ايه وبالتفاصيل الدقيقه. نهار اسود. ده انا عملت عمايل. هقول لكم ايه ولا ايه؟ ده حصل بلاوي بلاوي. اول ما فتحت الباب راحت مرميه في حوض. Ha 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 ha
شدت شعرك؟ لو على شعري تهون. وما شدت ايه تاني؟ امتى بقى انفذ اللي في دماغي؟ ده انا بفكر في حته دين خطه بس لما يجي دوري. مسألة مش محتاجة، دي حاجة سهلة أوي. إيه يا أستاذ شريف؟ إيه له دورك؟ لا أصل كل واحد فينا له دور يا فندم. دور تمثيل؟ لا حقيقي يا فندم، ما هو كل واحد بيروح مرتين في الأسبوع يأدي الواجب اللي عليه. روح فين؟ مش فاهم. الجمعية يا فندم. أيوة يا فندم، جمعية الفضيلة سعادة البيه. آه، وأخبارها إيه؟ يا خبر أبيض. دي الليلة معاها. دي الليلة فيها. خلاص يا فندم المحاضرة، ما هو كل واحد فينا له محاضرة يلقيها أمام الأعضاء. على العموم خلي الكلام في الجمعية للجمعية. تعال يا أستاذ شريف. حاضر. قولوا له يرحم نفسه شوي. معلش المكان شي يتعب وهو صغير، هيتعب امتى؟ ربنا يديكوا الصحة يا ابني. الله يخليك يا طنط. ها عملت ايه؟ احكي لنا اوام. احكي لكم ايه ولا ايه؟ ده كان مهرجان حب وغرام. نور احمر وانت وهي والشيطان ثالثنا. هتسأله جرى يا عم انت؟ بتستعجب ليه؟ هي مش عملت معاك كده؟ ما هو اللي هيجنني انا. انها عملت. كمل. بعد كده ما اقدرش اقول حاجه. الرقابه هتشيلها. كل شيء جايز. عقبال ما يجوز عليا انا كمان. يا حبيبي على الحمام والميه سخنه جميله. الله تنزل من فوق دلوقتي. حلاوة يا حلاوة عالدش نام. تعال الحمام اهو. تعال. في ايه؟ الحمام. حمام ايه؟ حمام. عليك تنسي. خش خش. استاذ فكري ارجوك احترم نفسك. الله. بعد الحمام هتحبين اكتر من احمد. تعالي. الله، ايه الموضوع بالظبط؟ هي شركه مراهقين ولا ايه؟ القعده لازم تسخن. سخني. متاسفه ما بشربوش. اشرب انا، ما انا شارب المر في الشركه. مسكين بتتعب في الشغل؟ اهو عندك النهارده مثلا استلمت 50,000 جنيه. مش معقول. شلتهم بايديا دول. يا حرام، علشان كده تعب. طب اشرب. ودول بقى شلتهم فين؟ في الخزنه. 50,000 جنيه شلتهم في خزنه واحده؟ يوه، ده انا خزنتي تشيل 1,000,000 جنيه. وانت اللي مسؤول عنها؟ لوحدي. ايه يا كذاب؟ انا كذاب؟ طب مفتاحها اهو. طب اشرب اشرب. صحتك. وصحتك. برلانتي. بربوري. بربوري.
عليكي، بكره غرقك فلوس. بس المهم لازم تروح الشركه بكره. ايه المناسب؟ عشان نتاكد المبلغ وصل ولا لا. اسمعي الكلام، عايزين العمليه مقشره. يا واد انت مقشر ايدك. طيب في جماعه بيسالوا عن حضرتك. قول لهم مش فاضي. دي واحده ست. ست شكلها ايه؟ ما شفتش احلى من كده. برلنت غانم وموقفه بره. خليها تتفضل يا غبي. بقول لك اتفضل يا غبي. صباح الخير يا استاذ فكري. انا صباح. حاجة ساعة مدبولي، حاجة سخنة مدبولي. لحمة هتلاقي غدا مدبولي. ما نجيب زرديخ أحسن. اتفضلي عندي. وما تتفضلش عندنا ليه؟ طب وليه ما تتفضلش عندي؟ أنا معايا بطاقة. أي خدمة؟ لا يا فندم، دي من الزبونة. أمال إيه حضرتها؟ دي خطيبة الأستاذ أحمد. خليك شاهد يا فندم. كانوا زعلانين مع بعض. فضغطنا عليها، والله ضغطنا عليها لحد ما جت هنا عشان نصالحهم على بعض. عيب ده انتوا. مبروك يا استاذ احمد. الله يبارك فيك فندم. عقبالك. الجواز شيء عظيم. طبعا يا فندم. بس انت عارف يا فندم المكتب للعمل والحاجات الشخصية بره. تسمح لي اوصلها. اتفضل يا ابني. بعد اذنك يا فندم. متشكر قوي. تعال يا ست. على فين يا استاذ شريف؟ هتفرج. شوف شغلك احسن. استاذ فكري؟ افندم يا فندم. تعال. حاضر يا فندم. برلنتي انا بتكلم جد. مش معقول يا احمد تخطبني كده على طول. ليه؟ انت مش من اثار الحب من اول نظره؟ اللي يحب بسرعه يكره بسرعه. اكرهك؟ وده معقول؟ ده انت ملاك. انا مش عايزاك تندم في يوم من الايام على الكلام اللي انت بتقوله. مستحيل اندم على اني عرفتك. وانت عرفتني صحيح. قصدك ايه؟ مش جايز تغير رأيك لو عرفت عيلتي. ملعون أبو عيلتك. قصدي كل ده ما يهمنيش. صدقيني يا برلنتي أنا مش عايز غير موافقتك. أنا بحبك. أوعدك إني هفكر. لازم يعني؟ عشان خاطري. أمرك. ياه. ايه؟ اتأخرت قوي. أوصلك؟ لا مفيش داعي، حد يشوفنا مع بعض. أصل عيلتي محافظة قوي، دقة قديمة. باي. باي باي. جدع عاضين. مفتاح ايه ده؟ مفتاح كازوزة؟ ده مفتاح خزنة الشركة يا اف. وهي الشركة في الخزنة ولا الخزنة في الشركة؟ يعني هندخل الشركة ولا هندخل الخزنة؟ قصدي اقول يعني. انت تسمع وبس. دي خريطة الشقة. مين؟ برلانتي. ليلتنا بيضة. الفلوس في الخزنة. يعني مش في الشركة. احنا هننط من السور اللي بين العمارتين. كلام سليم؟ كلام خطر. بتقولي ايه يا بت؟ حتى لو الخطة دي نجحت ما فكرتش في الشبان التلاتة اللي ممكن تروح في داهية؟ نعم. تكونيش اتشعلقت في حد من العيال؟ ما حصلش. كل اللي انا عايز اقوله انه وشرف اللي ما حلفت بيه باطل. اقتلك. خلينا بشغلنا يا سحسيه. نطينا من السور اللي بين العمارتين وبعدين هندخل من شباك المطبخ. الفول يرفع سكينه الكهرباء وانت تحمي ظهري وانا بفتح الخزنه. المهم بعد ما نشطب على الخزنه هنخرج ازاي؟ من الباب العمومي زي البهوات.
وربنا امر بالستر. ونعم بالله. على فكره سي حسين، امي بتسلم عليك وبتقول لك خد بالك مني. ليلتنا بيضة. بوليس النجدة؟ واحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ الشركة فوق بتتسرق. وحشتني يا لهوتي. كنت عامل ايه من غيري وانا مش هنا؟ من قايل كذاب، تلاقيك كنت داير على حل شعرك. ابدا والله العظيم. آه؟ ما حصلش. يعني ما شوفش الستات خالص غيري؟ خالص، ولا ام عبده. وايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ لا يعني عايز اثبت لك ان انا كنت مخلص خالص يعني. حبيبي. بتحبيني يا شرشر؟ صدقت؟ مش قوي. لسه بشك، عايزين نتأكد بقى. ألو، حد يكلم الناس في وقت زي ده يا حيوان؟ كلام إيه دي يا أستاذ شريف؟ مين؟ لا مؤاخذة يا سيادة المدير، افتكرت حضرتك حيوان تاني. أنا آسف يا فندم، آسف جدا. أفندم، إزاي يا فندم أجي الشركة دلوقتي؟ ما أنا كمان عندي موضوع مهم. موضوع لسه جاي من اليابان. بقولك تيجي يعني تيجي. حاضر يا فندم، حاضر. حسنتي؟ أعمل إيه؟ أصل مدير الشركة عايزني دلوقتي. خلاص خلاص، اتفضل. غصب عني. حظ الميت، قليل البخت يلاقي العظم في الشركة.
نعم افندم. وعايز ايه يا استاذ اللي ساكن تحتنا؟ عايز اسكن عندكم. طيب. ليه بس كده يا فندم؟ ده انا عايز اخدم. اديني خدت الاجازه ومن هنا ورايح هطبخ لك كل يوم. قد كده بتحبيني؟ طبعا لازم اغذيك، مش كل يوم بتسهر في الشغل. فعلا. وبتقبض منه؟ لا بدفع. تدفع؟ تدفع ايه؟ قصدي بدفع تعب. بدفع تعب وحرق دم، ولا يعني فكرك يعني مثلا ان انا مأجر شقه ودفعت ايجارها؟ بحسب. وانا وش الحاجات دي؟ خلينا في المهم. ما تفتحيش، مش عايزين حد. وبعدين بقى؟ نعم حضرتك الاستاذ فكري عبد الله؟ ايوه. سياده مدير الشركه عايزك حالا. دلوقتي؟ بس انا لسه بتعشى. انا بتصل بحضرتك من ساعه والتليفون مشغول. يعني اعمل ايه بس يا عالم؟ اخد معايا الحلل في الشركه؟ حاضر. ثبت من المعاينه ان الخزنه اتفتحت مفتاح طبيعي، مفيش اي اثار للعنف. والمفتاح بيكون مع مين؟ انا معايا نسخه وفكري معايا نسخه. مظبوط. وادي النسخه بتاعتي. وانت ما شفتش اللي اعتدى عليك؟ النور كان ضعيف يا بيه. يعني ما خدتش بالك من شكلهم؟ طوال قصيرين؟ لان عند الله كانوا زي البقاوات دول. يا راجل يا ضلالي، انت بتشوف في عز الظهر لما هتشوف بالليل؟ طب دول كام؟ تلاتة. ممكن كل واحد منكم يقول لي كان موجود فين وقت الحادث؟ انا كنت نايم في السرير بحلم ونايم بحلم لحد سياده المدير ما طلب. انا يا فندم كنت في السرير مع ماما بتحكي لي حدوته. وانا يا عيني لسه حمد ايدي عشان اتعشى. اللي سرق الخزنه كان عارف ان فيها مبلغ كبير. مين غيركم يعرف الموضوع ده؟ دول كاتبين عن السرقه هم. طب اقرا وسمعنا. ليلتنا سودة. استنى استحت ايه؟ بيقولوا الفلوس اللي خدناها متنمره. متنمره؟ بيقولوا ان مالها في البنك، يعني مش هنقدر نصرفها. امال هنعمل ايه؟ نسيبها في المخزن لغايه القضيه ما تموت. جداول ايه اللي كنتوا عاملينها بينكم؟ جداول طاوله. اصل بنلعب طاوله على القهوه. والخطه اللي كنت عايز تبوظها لو ما خدتش حق. حصل يا فندم، بس كنت بتكلم على موضوع تاني. ايه هو؟ مين الست اللي جت المكتب يوم الحادث؟ ما اعرفهاش يا فندم. ازاي؟ مش خطيبتك؟ وبالامانه خلقت توصلها؟ كباسني يا حضرات، اللي سرق الخزنه موجود معانا هنا في المكتب ده. يا فندم احنا ناس مش بنصح حاجات زي دي. مفيش اي حاجه في المحترمين يعني. ممكن اعرف ايه اللي يخليك تبات في الشركه؟ الجرد السنوي يا حبيبتي. يعني هتقعد للسنه الجايه؟ لا 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 ما تقلقيش، كلها ساعه وهكون عندك. يا شريف انا قلقانه. طيب مع السلامه. مدام شريف حمدي؟ ايوه انا، اي خدمه؟ معانا امر من نيابه بالتفتيش. ادخلوا. هو ايه اللي حصل يا حضرة الضابط؟ خزنة الشركة سرق منها 50,000 جنيه. أنا مش قادرة أصدق إنه هيدخل السجن يا هدى. ولا فكري، فكري المسكين اللي هياكل عدس 25 سنة. لكن أنا متأكدة إنه بريء، جوزي بريء يا أم عبده. ألطف يا رب، الناس كلها بتخبط كف على كف، محدش مصدق. ميرسي يا أم عبده، أنا عارفة إنهم مظلومين، مش مظلومين برضه. ربنا وحده هو اللي يعلم. حاكم مرة كل مصيبة واحدة ست.
شريف صنف تاني غير الرجاله كلها يا ام عبده. كلهم جنس واحد. الراجل منهم ما يصدق مراته تبعد عنه ويجري على السمكه ويقطع ديلها. سمكه؟ سمكه ايه؟ يعرف واحده سير. شوفي يا استشوش، انت خيرك عليا ولا يمكن اسيبك على عماك. شريف يعرف واحدة تانية غير شهيرة؟ أمال مأجر شقة يعمل فيها إيه؟ يلعب طاولة؟ جوزي أنا مأجر شقة ومستعدة أوريها لك كمان. الله، وأنت عرفتي إزاي؟ ما هو مفيش حاجة بتستخبى يا استهودة. مش مهم عرفت إزاي، المهم إن أتحقق بنفسي. تعالي معايا. الله، استنوا، خدوني معاكم. لا ده أنا لازم ألحقه قبل ما يبوظ أخلاق جوزي. يا حبيبي يا جوزي. تبقى مصيبة لو النيابة عرفت إن إحنا مأجرين شقة. حاجب مش عايزين نترك أي أثر. أنا مستعد أقف قدام 60 نيابة، لكن مراتي لا. دي خيانة يا جدعان. الحمد لله. تاني مش معقول. الله، ايه اللي جابكم كلكم النهارده؟ يوم الاستاذ شريف. شريف مين؟ انت هتوديني بداية؟ انا عمري جيت هنا؟ انت عايزه ايه؟ احنا قفلنا المكتب وهنسيب الشقه خالص. سعيدة، الأستاذ شريف موجود؟ موجود يا ست هانم، هو الأستاذ أحمد أستاذ فكري. فكري؟ أمشي أنا بقى يا ست هانم، أحسن يقولوا عليا خربت بيوت. يا خبر، ما قلتوا عليا إيه في التحقيق؟ قلنا إنك أنت خطيبة أحمد. والنادل أنكر نهائياً إنه يعرفك. كده برضو يا أحمد؟ خفت عليكي، إحنا نستحمل البهدلة لكن أنت ما تستحمليش المحاكم والسجن. ايوه لكن انا متاكده من براءتكم. مش مهم تتاكد انت، المهم ان النيابه تتاكد. طب هو في ساكتين كده ليه؟ لازم نتصرف. بوليس؟ لا مطراتكم، مراتك ومطرات مراته. مراتي؟ سلموني للنيابه. سلموني للنيابه. انت رايح فين؟ ادخل هنا بسرعه. مش معقول، ده مكتب اللي مأجره ب 30 جنيه الواحد ينور بوجودكم. فين شريف؟ فين فكري؟ شريف فكري؟ ايه اللي هيجيبهم هنا؟ البواب قال انهم موجودين هنا. ايوه اما بواب فتان صحيح. يا ست هانم، يا انسه مدام. اتفضل يا استاذ، انت والهانم عشيقتك، اتفضل. وليه ما تكونش عشيقة البيت؟ يا جماعة انتوا فاهمين غلط. انت تخرس خالص. ايوه انت تخرس خالص. طيب انت مالكش دعوة بينا. طبعا هيجيبوا فلوس منين علشان يصرفوا على الهانم؟ لازم يسرقوا. يا شرشر الحقيقة اخرس يا خاين. حتى ام عبده هي دي الاعمال الشاقة اللي حضرتك بتشتغل فيها بعد الضهر. يا هانم اسمحي لي افهمك الموضوع. هتمشي البيت بتاعك. طلعني. كله منك انت. ليه؟ خد يا هانم المسألة. فتشوا الشقة. حاضر يا فندم. هو ده بقى وكر المزات. لا يا فندم، وكر ايه؟ ده مكتب محترم. طبعا محترم، ما فيش لا بيجامات ولا ازايز خمرة ولا حاجة. ابدا، ده شغل. ده اهو، ده شوية ورق، شوية بسهات. كلام فارغ، كلام فارغ خالص. حمام الهنا يا سي حسين. يا وليه يا بطلي قر. مطرح ما يسري يمري. حرام عليك، دول مساكين، ليه تحط لهم الفلوس وسط الورق؟ عشان التهمه تلبسهم. يعني هيروحوا في داهيه؟
مش احسن ما نروح احنا؟ اتكلم عن نفسك. ليه؟ مش كان ليكي دور معانا في العمليه؟ يعني لو جرى حاجه انا وانت هنتاخد في كلبش واحد. لا يا سي حسين، بنتي ملهاش دعوه، هي عملت كده علشان ما تزعلكش. كده؟ على العموم لازم تفهموا ان لو حد فتح فيكوا بقه بكلمه انا مش هاسكت، هجرجركم في قرابيزي. البت مفهوم؟ هتعمل ايه يعني؟ بدل ما اخش لومان بسرقه هخش بقتيل. حوا خساره الحلاوه دي تتوه بدري. خلينا مدارينا احسن. والتهمه لابسه المغفلين الثلاثه زي ما تكون متفصله عليهم تمام. عجبك كده وش المصايب؟ هاد احنا بقينا حراميه. الله، فكري بيضربني الحان يا فكري. الحقك على حبل المشنقه. مراتي انا اتطلق بسببك. انا نتفاهم بالعقل؟ مفيش بيني وبينك كلام. طب اسمعني انت. امشي من جنبي، ما تشبهنيش بوفك معايا. امشي. الفلوس دخلت الشقة ازاي؟ مين غيرنا كان بيجي؟ برلنتي. هي برلنتي. هدى، ايه اللي جابك هنا؟ واحدة اتصلت بيا وقالت ان عندها معلومات عن الحادث. نفس الكلام اللي قالته لي في التليفون. يا ترى مين؟ هنعرف دلوقتي. بس يا ريت صحيح تقدر توصلنا للدليل على براءتهم. نعم. انت لسه بتفكري في شريف؟ لا طبعا، انا تهمني سمعتي، مستقبلي. النهارده مدير المحل الدنيا اجازه، خاف الزباين تشاور عليا وتقول مرات الحرام اهي. ولا انا؟ ده انا بشوف المر في المدرسه. دي مصيبه يا هدى. كارثه. صباح الخير. قبل ما نتكلم في المهم احب اقول لكم ان مفيش بيني وبين رجالتكم اي حاجه. كلكم بتقولوا كده. انا كنت مجرد سكرتيره في المكتب. ايه دوري عليه يصدقك كده. يبقى مفيش داعي اقول لكم انا كلمتكم ليه في التليفون. استني، صحيح انت تعرفي حاجه عن اللي سرق الفلوس؟ الله، طب ما انتوا بتحبوهم اهو. الراجل اللي ما بيرتاحش في بيته لازم يدور على حته تانيه عشان تريحه. يا سلام، يعني نسيب شغلنا بقى ونقعد لهم؟ ما حدش قال كده، لكن جوزك له حقوق عليكي، لازم تهتمي بيه، لازم تقفوا جنبهم وقت الشده، لازم تساعدوهم عشان يثبتوا براءتهم. براءتهم؟ مش هما اللي سرقوا. امال مين؟ مش شريف ولا فكري ولا احمد. أحمد؟ ماله أحمد؟ سلمولي عليه وقولوا له فتش عن السكر، يمكن يوصل لحاجة. باي. فتش عن السكر؟ دي فزورة. ما تطوليش ايدك، كفايه اللي عمله اثبات جدتي. احب الفت نظرك، ممنوع سيره الاب والام. يا اختي ازيك يا فكري؟ ازاي صحتك يا شريف؟
أنا كنت بهرب ساعة ما طلبت الطلاق يا حبيبي. يعني متأكدة إني بريء؟ وأنا كمان، أنا متأكدة إنك مش ممكن تخوني. سامع حظبط؟ افتح محضر واثبت الكلام ده. الله، مش لما نجيب الدليل. هو فين ولا أروح له؟ برلنتي، برلنتي هي اللي حدد لنا. برلنتي هي أس المصايب دي كلها. أيوه، طوروا عليها، هاتوها. هدي نفسك يا حبيبي، هي بعت رسالة لأحمد. هو مش معاكم؟ أمال أنا هيكون محبوس فين؟ في مين هاوس؟ هي قالت لنا نقول له. قفتش على السكر؟ قفتش عنه فين؟ في الجمعية. اسكت أنت خالص. خالص؟ ما تفكر يا أحمد. اعمل طيب مرة واحدة في حياتك وحل لنا اللغز ده. ما هو ده شيء ما يتفهمش. قفتش على السكر؟ ليه؟ هو أنا إيه؟ نملة؟ وصلت ليلتنا بيضة. اجهز اجهز. حقي لازم اخد على داير المليم. ولا احنا يعني كنا عاملينها غية. الفلوس دي مش هيطلع منها حاجة، ولا اقوله يتسمع مفهوم؟ يلا. ده انا موت قتيل ولا تسيبش حقي. طب غور موت في حتة تانية. يلا. وانت انكش قبل ما سيح دمك. يلا يلا. انا هرجع الفلوس. بتتكلم جد؟ مفيش منها فايدة. حكومة رصدا مرها، خصوصا بعد البوليس ما افرج على المغفلين التلاتة. افرج عنهم امتى؟ اه انت ما عندكيش خبر ولا ايه؟ طب الحمد لله. ابقى رجعهم بقى. عيب، احنا ناس بتوع ربنا. تعالي معايا نجيب الفلوس من المخزن ونفكر سوا ازاي نرجعهم. هنتصرف، المهم ترجع. تعالى يا فندم. فتش عن السكر، يعني فتش عن حسين سكر. اه هو اللي سرق الفلوس. راجل ضلالي، عينه كانت بتزوق على الخزنه كل ما افتحها قدامه. يا فندم ادينا فرصه نجيبه هنا ونجبره على الاعتراف. بس اهدوا شويه، خلونا نشوف طلبكم بالافراج المؤقت. اهدوا شويه. فين حسين سكر؟ مش عايزين لف ولا دوران. والنبي يا حضره الضابط، راح مع بنت المخزن. بيعمل معايا في المخزن؟ رد على الضابط. راح يجيبوا فلوس الشركه. المخزن ده فين؟ فين يا وليه؟ رد على الضابط. مش انا الضابط. امال مين فينا الضابط؟ انا الضابط، انا الضابط. هقول لك يا حضره الضابط، دي وزه الشيطان، وبكره كل شيء يرجع لحاله. ده حتى سي حسين. قولي لاخوك فين المخزن. خافي. ادي المبلغ كله، مش ناقص غير الشويه اللي حطيناهم في الشقه. ما هو البوليس اخدهم. الحمد لله، تبقى ذمتنا خالصه. يلا خلصونا من البلوه دي، طلعوه بره بره. اساعدكم؟ لا انت ارتاحي. بقول لك ايه، تعالي. ليه؟ ادخلي هنا. في ايه؟ ادخلي جوه. ليه؟ يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ الله يرحم علينا، مش هتفوق الا بعد ساعتين ثلاثة. ولما تفوق تبلغ عنا. نكون بره البلد كلنا. يلا يلا يلا. لم النعمة يا مغفل، لم. لم يا قفل لم، محدش يتحرك من مكانه. سيبوا الفلوس دي مطرحها. البوليس عرف مطرحكوا هتروحوا في داهيه. اوعى. هتعمل ايه؟ استاذ سيدي اوعى تتنور. اوعى تتنور. اتفضل اخويا شرف، تعالى جيب انت كمان. تعالى برلنتي. يلا برلنتي. أنا بحبك يا برلنتي. وأنا كمان. عايز أتجوزك. وأنا كمان. تشهد على العقد ده فكري؟ أنا أشهد. وأنت يا شريف؟ أشهد. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هتبوس أخوك. الحقونا! حد يفتح الباب يا ناس! حد يلاقي الصابون دلوقتي.
دلوقتي؟ افتحوا الباب. افتح الباب. طب اروح اتجوز وارجع استحمى عندكم. سلم نفسك. يا مهامد. انا حاضر على طول. تمشي بلاش كتر كلام. انت بيضة. افتحوا الباب يا فكر. افتحوا الباب يا عالم. ابعتوا حد يليفنا بقى. حموش يا اخوانا. خلاص خلاص. اهلا يا شاويش. انا ما عملتش حاجة. اهلا يا شاويش. انا ما عملتش حاجة. انا عملت بقى. انا عملت على روحي. سعيدة يا أبلة. لا يا حبايبي، النهاردة مفيش درس. ليه يا أبلة؟ أصل الأستاذ موجود في البيت. الله العظيم. طب إيه رأيك بقى إنها لا حامل ولا حاجة؟ أيوة مظبوط، دي خدعة. لا مش خدعة. وشرفك خدعة بس محبوكة. والله العظيم تلاتة انها حامل. وايش عرفك انت؟ ما انا ال ال يعني انا ال انا انا جوزها البقف. هو انت؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. يا مرحبا. أهلا. لقيت اعلان في الجورنال مطلوب سكرتيرة حسناء ذات قوام ممشوق وعيون واسعة سريعة البديهة في ارسال النكتة. يا حبيبتي انت تعينتي سكرتيرتي مدى الحياة. احمد. انا عايز جمهورية. مفيش جمهورية. بطة سبع عساب، بطاطس ثمانية. أنا بيحصل لي كده ليه؟ أكونش بخون مراتي؟